واحنا كنا الاسبوع الماضي ودائما عم نحكي عن انتشار الاوبئه بين النازحين. اليوم بدنا نحكي عن مرض الجدري اللي كمان منتشر بجنوب قطاع غزه. لنحكي اكثر بتفاصيل هذا المرض معانا الدكتور ضياء الدين على الهواء مباشره. اهلا وسهلا فيك معانا ببرنامج على الطريق. اهلا وسهلا فيكم وشكرا كثير على المقابله المهمه، واكيد اللي راح ان شاء الله تكون مفيده لاهلنا وجميع اهل قطاع غزه واطفالهم، واكيد اللي نتمنى لهم النصر والسلام، نتمنى لهم الصحه والعافيه، نتمنى ربنا يتقبل لهم جميع شهدائهم. آمين يا رب العالمين. دكتور ضياء الدين، يعني لو هيك بداية بدنا نحكي أنه إحنا معروف أنه الأطفال بأعمار معينة بياخدوا مطاعيم ضد مرض الجدري، وخلينا نشرح أكثر لمستمعينا شو الأعمار اللي بتلقوا فيها هذا الفاكسين، شو هو بالضبط أعراضه، كيف ممكن أنه إحنا خلص يعني أطفال أخدوه، هل ممكن ياخدوه الكبار كمان؟ تحكي لنا أكثر عن مرض الجدري. أكيد. هلا الجدري المائي هو اولا هو مرض فيروسي، هو مرض فيروسي معدي جدا، لانه بينتقل من مريض لمريض عن طريق الهواء والرذاذ، فنسبه انتشاره جدا عاليه ومن اعلى نسبه الانتشار في العالم. بشكل عام هو يعني ببلش اعراضه على عده مراحل. اول مراحل له تكون اللي هي مرحله حضانه الفيروس، هاي بتكون تقريبا من 10 ايام ل21 يوم. هاي المرحلة يعني ما بتكون فيها أي أعراض على المريض وبكون يعني غير معدي، بس بتبلش مرحلة العدوى اللي هي المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الأعراض. هاي المرحلة بتكون بتقسم يعني بتكون على 10 أيام ل12 يوم. هاي المرحلة اللي هي مرحلة الأعراض بتبلش أول يومين منها، بتبلش بكون المريض مع عنده صداع، غثيان، تقيء، ارتفاع في درجة الحرارة، تعب عام بشكل عام. هاي بتكون تقريبا أول يومين أربع أيام. بعديها بتيجي المرحلة اللي هي الطفح الجلدي. مرحلة الطفح الجلدي هاي طبعا هاي المرحلة هاي أول يومين أربع أيام بتكون هي مرحلة عدوى، مرحلة انتقال عدوى، يعني بكون بسمعه صداع وارتفاع في حرارة وبكون الطفل معدي بشكل كبير بالهواء يعني رذاذ الهواء. وبعديها بعد هذول اليومين ببلش مرحلة اللي هي الطفح الجلدي. هاي مرحلة الطفح الجلدي بيطلع طفح لونه أحمر، أحمر ببلش هيك بنقاط صغيرة، وبعديها هذا النقاط الصغيرة هاي بتتحول بتصير فيها زي حبوب فقاعية بتكون فيها سائل اللي بتميز هذا الحبوب هذا المرض، وبكون مصحوب طبعا هذا الحبوب هاي مصحوبة بحكة شديدة جدا. نعم. وبتكون بجميع يعني أجزاء الجسم حتى داخل فم الطفل، فبتكون متعبة ومؤلمة بشكل عام للطفل. بالنسبة بالنسبة لسؤالك على موضوع المطاعيم هو بيجي لايف فاكسين، يعني هو مطعوم حي. تمام. هذا بنعطى هذا المطعوم ما بين اول مطعوم اول جرعه بتنعطى ما بين السنه والسنه ونص. اوكي. وطبعا هذا المطعوم للاسف يعني مش موجود في برنامج الوطني الاردني للمطاعيم، فهو هذا المطعوم لازم يعني بياخذه الشخص على القطاع الخاص. نعم. على حساب الشخصي. هذا بتاخذ اول جرعه تقريبا زي ما حكينا بين السنه والسنه ونص. نعم. وهي بتحمي هاي الجرعة بنسبة 90%. وممكن بعديها باخذ الجرعة الثانية من المطعوم، باخذه ما بين العمر الأربع سنين والست سنين. هاي هي الجرعة الوقائية بنسبة 100% يعني تقريبا للجدري. طيب دكتور، احنا عم نحكي عن انتشار اوبئة بغزة عند النازحين، ومن هاي هي الاوبئة كمان انتشار مرض الجدري. هل ممكن يتحول لوباء متفاقم اكثر، خصوصا انت عم تحكي انه المطاعيم لازم تؤخذ من هذا العمر، من تقريبا من سنة، سنة ونص، سنتين، هاي هي اول جرعة. احنا عم نحكي في اطفال دون سن العمر السنة،
ما أخذوا هاي المطاعيم، إيش لها تأثيرات؟ هل ممكن عن جد هذا الوباء يصير وباء متفاقم أكثر؟ نعم طبعا، هو المرض بشكل عام كل ما زاد الشخص عمرا كل ما زادت أعراضه ومضاعفاته. نعم، يعني يفضل، يعني لو حتى انصاب يفضل ينصاب الطفل ما قبل الست سنوات، لأنه للكبار وبالذات الحوامل بكون له شديد وله مضاعفات كبيرة تؤثر ممكن على الدماغ، على التهاب رئوي وجدا قوية. تمام، وبالنسبة لأهلنا بقطاع غزة طبعا أكيد يعني هم يعني أهم أساسيات الحياة الصحية غير متوفرة عندهم، يعني كنظافة أو غذاء صحي سليم أو حتى مياه نظيفة ومعقمة غير موجودة، وغير هيك يعني اختلاط عدد كبير وعدد هائل في يعني في مكان واحد ضيق، فأكيد هذا راح يكون يؤثر إلى يعني يؤثر على وباء وينشر وباء جدا جدا كبير. وهذا الإشي يعني بيأثر أكثر إشي على يعني ومن خاص أكثر إشي على الناس اللي الحوامل، على الأطفال اللي عندهم نقص مناعي شديد، هذول بكون خطر عليهم هذا المرض، وممكن يؤدي في بعض الحالات لتشوه بالجنين بالنسبة للحوامل. نعم. وبالإضافة للأطفال أحيانا ممكن يؤدي للوفاة إذا كان عنده نقص مناعي شديد. نعم. فيعني المرض ينتشر بالهواء، فلما يكونوا كلهم بمنطقة يعني يدوب يعني فيها مكدسين فيها الناس، أكيد راح يكون وباء شديد العدوى. طب دكتور ضياء، آخر سؤال لو سمحت، هلأ أنت عارف أنه طبعا الأساسيات الضرورية والأدوية الضرورية بالنسبة لأهلنا في قطاع غزة هي معدومة، بديش أحكي شبه معدومة، وأكيد هلأ في يعني كذا مجموعة من كذا فئة عمرية أكيد عم بتعرضوا لفيروس الجدري، كيف ممكن أنه إحنا نساعدهم أنه يخففوا من انتشار مرض الجدري؟ ممكن حتى كمان كيف يتعاملوا مع الأعراض مثل الحكة؟ إيش في أشياء يعني أكيد ما عندهم أدوية، إيش في أشياء ممكن أكيد أكيد حطفها. يعني هي بشكل عام يعني ممكن إنه إحنا نعوض إذا ما يعني يعني بلزمهم يعني ممكن نعوض خوافض الحرارة إذا أقلها، يعني خوافض الحرارة غير موجودة كالباراسيتامول أو ريبانين أو ما شابه، يعني ممكن إنه يعملوا كمادات مغاطس اللي تخفف عليهم الحراره. اوكي، يعني اقلها ككمادات ومغاطس. ممكن كمان يعني كالحكه اذا غير متوفر كريمات اللي بتخفف الحكه، ممكن يعني يجيبوا قطعه قماش مية بارده تحطها على الطفل بتخفف عنه شويه من الالام. مية يعني البحر ممكن تساعد، مية البحر مشكلتها مالحة. مالحة يعني شوي صعب الموضوع إنه مية البحر، فيعني يفضل إنه يعني وغير معقمة، ف يعني بشكل عام يعني مهما كان يعني يفضل مية يعني معقمة. مش مية بحر يعني ويعني صالحة للاستخدام، ضروري مية يعني للشرب يعني بس يعني مية صالحة للاستخدام بالضبط يعني. نعم. ويفضل إنه كمان يعني ننصح إنه ما يخلوا الطفل يحك الجرح او يقشر الحبوب حتى ما يصير مكانها ندب. عرفت علي؟ فهي اهم شيء يعني بشكل عام، هاي يعني ابسط الاشياء يعني، وهي يعني افضل من لا شيء. نعم. يعني اكيد هي مش يعني مش البيست اوف تشويس، بس يعني هي يعني الجود من الموجود زي ما بيحكوها يعني. دكتور، هي أهم الأشياء يعني. في عنا سؤال هيك من مستمعة بتقول، هل ممكن الطفل يأخذ المطعوم، مش أنت قلت ممكن الجرعة الثانية بتتأخذ من عمر 4 إلى 6 سنوات، إذا ما كان أخذه بين 4 و6 سنوات ممكن يرجع يأخذه بعد عمر 6 سنوات، يعني 7 سنين 8 سنين؟ ممكن يأخذه ما في مشكلة، بس يعني ممكن يأخذه ما في مشكلة، بس ممنوع للمرأة الحاملة أن تأخذه. نعم. وممنوع للي عنده نقص مناعة شديد إنه ياخذ. نعم. بدنا نشكرك. بدنا نشكرك دكتور ضياء الدين لطفي، طبيب الأطفال، تحياتنا لك، شكرا على المعلومات المهمة اللي أعطيتنا إياها.